غير أن الأعمال التجارية بمكة كانت معروفة منذ القدم، فبغض النظر على أنها محطة روحية يأتي إليها حجاج بيت الله الحرام من كل مكان في العالم لتأدية فريضة الحج، هي أيضاً فرصة للتبادلات التجارية، حيث كان الكثير من الحجاج يحملون معهم ومن بلدانهم أنواعاً عديدة من منتجات بلادهم، وعلى الأخص المنتجات الصغيرة التي لا ترهقهم كثيراً في حملها، ليتم تسويقها بعد ذلك على أقرانهم من ضيوف الرحمن الآخرين، فهذا يعرض بضاعته الباكستانية وآخر الروسية وذاك المغربية، فالعائد من البقاع المقدسة لابد أن يصطحب معه هدية رمزية من مكة. أما اليوم فالطريقة تختلف، فلم يصبح الحجاج يصطحبون معهم بضائع للبيع. اقتناء هدية الحج أصبح أكثر من مستلزم، خاصة وأن الأهل والأحباب ينتظرون شيئاً من مكة حتى ولو كان بسيطاً. شيء نتملوا ليداتنا بيفرحوا بهم ونفرحوهم ونشرهم. الدنيا ناوية زعما الهدايا تاع مكة. هي الهدايا رانا ناخذوها في البورطابليات باللمس، غادي غالي وشوية حويجات يعني نهزوا فيهم للأحباب والأخوان. فبعد كل صلاة يتوجه الحجاج إلى التبضع واقتناء هدايا يفرحون بها ذويهم، غير أنه لكل طريقته. هناك من يفضل باعة الأرصفة لعرض مختلف أنواع البضائع من هواتف، أقمصة، طاقيات، جلابيات وسلع أخرى على طريقة القديمة، حيث اختار هؤلاء الباعة فنادق المغاربة لبيع سلعهم، فالزبون الجزائري والتونسي وحتى بعض الأسيويين يبحثون عن أرخص الأثمان. احنا هاربين من الحوانت، نحن نحبوا حاجة من الشارع، وما في الاسعار راهي تقريبا اكثر من هنا. يفرحوا بها كاين دول من منا حتى كتعد مليون 800,000 يقول لك البركه ندي. بينما يتوجه اخرون الى محلات الابراج والمولات لاقتناء هداياهم رغم اسعارها الباهظه. تزيد مثلا 5 ريالات ولا 6 ريالات خير ما بك تمد لك هديه مدهاك مضمونه ما حاجه بها معدول. نشكروا في الابراج، الابراج بصح الحوايج فيها صار غاليين بضعف ولا باكثر من ضعف للخارج. يعني في بلدنا موجود يعني خير كثير واقل سمى من هنا، ولكن الاقارب والاحباب دائما يحبوا يقول لك تاع بركه، يعني مكه مكرمه لان عندها ميزه عندها بركه كل شيء. ما قادر تشتري من تبسا من البلد من الجزائر ممكن ما يرضاش بها، ولكن تشتري مثلا هديه من ولو اقل يعني نوعيه يرضى بها على اساس انها يقصد البركه. يفضل اغلب الحجاج الجزائريين محلات الفضه والغوائش وكذا محلات الاقمصه لما تتميز به من تنوع. حبينا نشوفوا الابراج هنا مقرب الحرم هنا وكذا باش يعني حاجه شابه وحاجه باهيه. يعني جينا هنا باش نشرو هدايا الاولاد هكذا وكاش حوايج هكذا كيما هذا كيما الخواتم هذا وكاش حوايجات هكذا كاش لبسه الاولاد وكاش حاجه هكا نفرحوا بها العائله كي نروحوا. لكن محلات العطور والبخور تعد المقصد الأول، خاصة وأنها سلع لا تتوفر إلا في مكة. كثير الزبائن عندنا جزائريين يعني ما يشتروا يحبوا هذه الروائح، يحبوا العطورات، يحبوا البخور، يحبوا اللبان، يميلون للرياح العربية أكثر لأنها تتوفر لديهم بكميات هائلة. الروائح الفرنسية لأنهم يعني قريب من أوروبا
لهذا السبب يعني ياخذون العطورات العربيه ومنها العطورات الزيتيه التي هي بالتعبئه. ومن لم يكن له نصيب في هدية مكة لابد أنه حصل على نصيبه من أدعية في أحد الأماكن المقدسة أو شربة من سقيا ماء زمزم. عرف ماء زمزم على مر الزمن بنقاوته ووفرته رغم كثرة استخدامه من قبل الحجاج والزوار والمعتمرين. شهدت البئر بعد ذلك وعلى مر الأزمان اهتماماً من أهل مكة حيث اعتنوا به لتقديمه سقيا لزوار وحجاج بيت الله الحرام. السقاية من الأمور التي كانت تتولاها قريش أثناء الحج لتوفير المياه للحجاج الذين يأتون إلى مكة، إلى أن استلم عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمور السقاية. ولما تولى بنو العباس الخلافة لم يتمكنوا من القيام بأمر السقاية، فكانوا يعهدونها إلى آل الزبير للقيام بأعمال السقاية بالنيابة. ثم طلب الزبيريون من الخلافة العباسي ترك السقاية لهم فتركوها لهم بموجب منشور، إلا أنه نظراً لكثرة الحجاج فقد اشترك معهم آخرون في العمل باسم الزمازمة. عمل الأتراك العثمانيين على تثبيت آل الزبير في عمل السقاية حيث أنهم لا زالوا يتكفلون برئاستها إلى يومنا هذا، حيث كانت توجد على زمزم قبة وغرف مستودعات ومستبرد لدوارق ماء زمزم، لكن ذلك هدم عام 1383 للهجرة حين اضطر عمل التوسعة. ظلت زمزم فترة طويلة عبارة عن حوضين، الأول بينهما وبين الركن يشرب منه الماء والثاني من الخلف للوضوء، حيث كان له سرب يذهب فيه الماء ولم يكن عليه شباك حينئذ، وكانت مجرد بئر محاطة بسور من الحجارة بسيط البناء، وظل على ذاك الحال حتى عصر أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي يعد أول من شيد قبة فوق زمزم، كان ذلك سنة 145 للهجرة. كما يعتبر أبو جعفر أول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش أرضها، ثم عملها بعد ذلك أبو عبد الله محمد المهدي في خلافته حيث سقفت حجرة زمزم بالساج على يد عمر بن فرج. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، فهذه المياه المباركة يأخذها الحجاج من مكة لما فيها من بركة. وخدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي تم إنشاء مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم والمتخصص في ضخ وتعبئة المياه سنة 2010. سقيا زمزم هو تسهيل حصول عبوات الحجاج والمعتمرين على عبوات مياه زمزم من مصادرها الآمنة، هذه الرسالة، وذلك هو وقف
وما يشترى من المشروع هو يعود في المشروع لعملية الاستدامة في التشغيل أو في تشغيل المشروع لأنه وقف. يعني لدينا مقاس العشرة لتر هنا يباع في المشروع بخمسة ريالات، وأيضا نقوم بتهيئة العبوات المهيئة للشحن الجوي في المطارات مقاس خمسة لتر بمبلغ وقدره تسعة ريالات. يتم في هذا المصنع تعبئة قارورات 15 لتر بمعايير عالمية وأجهزة جد متطورة للحفاظ على سلامة زوار البيت، حيث يصل إنتاج المصنع خلال موسم الحج إلى 1.5 مليون عبوة من 10 لتر وطاقة إنتاج تصل إلى 260 ألف عبوة يومياً، وهذا لتغطية حاجية الحجاج. يتم عملية السحب بطريقة مجدولة وبطريقة مقننة مما زمزم لأنها تبعد عنا ما يقارب حوالي 4 كيلومتر، فيعني نضخ ما يقارب الألفين في هذه الأيام 2400 متر مكعب. هذه 2400 تحصص يعني جزءا منها للحرمين الشريفين، وما يتبقى من ذلك يأتي إلى يعني نقوم بتعبئته لخدمة الحجاج. كما تم تخصيص نقاط للبيع داخل المشروع بمقدار محدد وقوانين داخلية، منها جواز السفر للأجانب وكارت العائلة للمقيمين. لابد من تسجيلك في الفندق، لديك بطاقة كل حاجة، أو معتمر أو موظف هيئة رسمية من أي جهة، يعني لدينا الآلية معينة مرة واحدة ويمكن إعادة البيع بعد 10 أيام. سجل كارت العائلة وبعدين يعطيك عن كل شخص عبوتين إذا كان عائلة كثير، يعني وعادة يعني خلاص كرت عائلة يعطوك 20. هذا الإجراء يهدف من خلاله القضاء على أشكال المتاجرة والسمسارة في مياه زمزم، بعيدا عن المصنع. ينتشر باعة مياه زمزم في كل مكان وبأسعار مضاعفة عن سعرها في المنشأ، ولا يوجد أي دليل على أنها أصلية، ولهذا يفضل البعض اللجوء إلى نقاط بيع المشروع. هناك من يعبي عبوات أخرى ليست بعبوات مياه زمزم بعد أن يفضل العبوات الأخرى ويضعها في الكرتون ويتم تزويرها. هذه نحرص على الجميع بأن يحرصوا، ليس هناك إلا مواقع محددة. لا هنا هذا أول حاجة أضمن، وفي نفس الوقت هناك برا في ناس ممكن تسمع من يؤخذ بأنه يعبوها في عن طريق إعادة تعبئتها بأي موية وكلام من هذا القبيل. أيوة أفضل من برا، واحد من برا واحد يشك في قلبه زمزم مش زمزم الله أعلم. مشروع قضى على التعبئة العشوائية ومخاطرها. حيث تعددت مشاريع خدمة ضيوف الرحمن والحرمين، فمن ماء زمزم والتوسعة إلى زينة الكعبة الشريفة، فهي من أحد مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام.
تم إنشاء مصنع خاص فقط لصناعة الكسوة الشريفة بمنطقة أم الجود، وجلب له أبرع الفنيين والعمال المهرة مواكباً للتطور العلمي والفني، كونها من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، حيث تفنن المسلمون عبر مر العصور في صناعتها والإبداع فيها، وتسابقوا لهذا الشرف العظيم حتى جعلوا يوم تبديلها من كل عام احتفالاً مهيباً لا نظير له. حيث يستهلك الثوب الواحد 670 كيلوغراماً من الحرير الطبيعي، كما يبلغ مسطح الثوب 658 متراً مربعاً متكوناً من 47 قطعة قماش، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً يعلوه حزام الكسوة بعرض 95 سنتيمتر، مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية وبعض الزخارف الإسلامية المطرزة بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب. وتبلغ تكاليف الثوب الواحد للكعبة حوالي 17 مليون ريال سعودي باحتساب تكلفة الخامات، أجور العاملين والإداريين البالغ عددهم 240، وكل ما يلزم الثوب. حيث تصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود والمنقوش عليه بطريقة الجاكار عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله جل جلاله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ويا حنان يا منان. على الرغم من استخدام الآلات والماكينات الحديثة، فإن الإنتاج اليدوي ما زال يحظى بالإتقان والجمال الباهر، حيث يتفوق في الدقة والإتقان واللمسات الفنية المرهفة والخطوط الإسلامية الرائعة. تستبدل الكعبة ثوبها مرة واحدة كل عام، فيما يتم غسلها مرتين سنوياً، الأولى في شهر شعبان والثانية في شهر ذي الحجة، باستخدام ماء زمزم ودهن العود وماء الورد، ثم تجفف وتعطر بدهن العود الثمين. تمر صناعة الكسوة عبر 6 أقسام، وهي الحزام، النسيج اليدوي، الصباغة والنسيج الآلي، الطباعة، والستارة الداخلية. مرحلة الصباغة، وهي أولى مراحل إنتاج الثوب بالمصنع، حيث يزود قسم الصباغة بأفضل أنواع الحرير الطبيعي في العالم، وهو عبارة عن خيوط مغطاة بطبقة من الصمغ الطبيعي تسمى سرسي، تجعل لون الحرير يميل إلى الإصفرار. وفي مرحلة أولى يتم إزالة الصمغ في أحواض ساخنة، ثم تغسل بالماء عدة مرات حتى تعود للون الأبيض الناصع، ليتم بعدها صباغتها باللون الأسود بالنسبة للكسوة الخارجية والأخضر لكسوتها الداخلية.
تنسج الخيوط الحريرية لتصبح قطعة واحدة تحول إلى قسم التصميم، أين توضع تصميمات مدروسة، ترسم رسماً دقيقاً في المساحة المطلوبة، ويتم تلوينها وتحبيرها بزخارف ورسومات إسلامية. مرحلة الطباعة لهذا القسم يتم أولاً تجهيز المنسج، وهو عبارة عن ضلعين متقابلين من الخشب المتين، يشد عليهما قماش خام، ثم يثبت عليه حرير أسود غير منقوش، يطبع عليه حزام الكسوة وستارة باب الكعبة المشرفة وكافة المطرزات. بهذا المكان تتم صناعة وحيكة كسوة الكعبة، الكسوة التي تزين بها والتي تتكون من 16 قطعة، كل قطعة مطروزة عليها آيات قرآنية. لتنتقل بعدها إلى قسم التطريز الذي يسهر عليه عمال فاق العقد الرابع من عمرهم، تظهر عليهم ملامح الخبرة والإتقان، يقومون رفقة قلة من الشباب بتطريز مختلف قطع الكسوة بالأسلاك الفضية والذهبية باستعمال آلات يدوية بسيطة، يتبعون من خلالها خطوط الآيات القرآنية والزخارف، ليتم أخيراً تجميع الكسوة. تاريخ كسوة الكعبة يعود إلى ما قبل الإسلام، حيث تذهب بعض المصادر التاريخية إلى أن أول من كسى الكعبة هو تبع أبي كرب أسعد سنة 220 قبل الهجرة. كما كان لقريش نصيب في كسوتها بعد ذلك، وأخذ الأمراء في تقديم الهدايا إليها من الأكسية المختلفة، وكلما جاءت كسوة طرحت سابقتها. كما لم يتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة الكعبة إلا بعد فتح مكة، فكسها هو وأبي بكر الصديق بالثياب اليمنية، ثم كسها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بالقباط المصرية، وهي أثواب بيضاء رقيقة كانت تصنع في مصر. ولقد حظيت مصر بشرف صناعة كسوة الكعبة منذ أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أن توقفت مصر عن إرسال كسوة الكعبة
لما تولت المملكة العربية السعودية شرف صناعتها.